تحية لكم من جديد. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع انفجارات بمدينة الميادين الخاضعة لسيطرة ميليشيات إيرانية شرق سوريا مع تحليق طائرات مجهولة. وقال المرصد أن طائرات مجهولة حلقت لمدة تزيد عن ساعة في أجواء ريف دير الزور تزامنا مع سماع دوي 3 انفجارات على الأقل. وبخصوص تصريحات رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي حول استهداف قافلة إيرانية منذ أيام، أوضح المرصد أن القافلة استهدفت بعد اجتيازها للحدود السورية العراقية في منطقة ساحة الجمارك في الهري والبوابة العسكرية بريف البوكمال شرق دير الزور، بالإضافة لاستهداف موقع عسكري لميليشيات إيران قرب المنطقة، وتسبب الاستهداف بمقتل 14 شخصا غالبيتهم من الميليشيا الإيرانية. يشار إلى أن ميليشيا حزب الله اللبناني عمدت مؤخرا إلى إجراء عمليات تموضع عدة ضمن مواقع ونقاط عسكرية تابعة لها في محيط دمشق وبادية حمص الشرقية تخوفا من استهدافات إسرائيلية محتملة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وللحديث أكثر عن هذا الاستهداف الجديد ينضم إلينا من مدينة كوفنتري البريطانية رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. أهلا بك مرة جديدة برفقتنا أستاذ رامي. ما هي التفاصيل التي لديك فيما يتعلق بهذا الاستهداف لقافلة تحمل أسلحة، قافلة إيرانية؟ التوقيت، الخسائر، حجم هذه الخسائر، المنطقة التي حصلت فيها، تفضل. نعم، صباح الخير. طبعا ما حصل يوم امس هو الانفجارات التي وقعت قرب سوق الغنم، ما يعرف سوق الغنم، معبر نهري وايضا عين علي، وهو يعتبر مزار ولكن تحول الى قاعده ايرانيه، وايضا قرب الحيدريه 3 انفجارات وقعت في تلك المنطقه. حتى اللحظه لا يعلم الانفجارات هي ناجمه عن هذه من صواريخ من هذه الطائرات. لماذا هذه الانفجارات؟ لماذا الطائرات مجهوله التي حلقت في سماء المنطقه؟ تزامن مع ذلك كان هناك تحليق لطائرات حربية تابعة للتحالف الدولي في منطقة حقل العمار. هل الأمر مرتبط؟ لا، لم نعد نعرف إذا ما كان التحالف الدولي هو قصف تلك المنطقة أم طائرات مجهولة التي تبين مثل ما الذي كانت في الشهر الفائت. رأينا أن إسرائيل هي التي استهدفت قافلة الصهاريج التابعة لإيران بمجرد عبورها الحدود السورية العراقية. كان حينها الطائرات مجهولة، ولكن في اللحظة إسرائيل اعترفت بأنها هي التي استهدفت. نعم، على لسان رئيس هيئة الأركان. نعم، اعترفت وقالت وحددت الشاحنة. وحينها قلنا بأن هناك نعم قافلة وقود، ولكن بذات الوقت كان هناك شاحنات من هذه القافلة يوجد فيها أسلحة، وهم حددوا الشاحنة رقم 8 ولا أعلم ماذا قالوا. لكن بالنهاية طائرات مجهولة تحلق في سماء الميادين أو في سماء المناطق التي تسيطر على إيران بالتزامن مع سماع دوي 3 انفجارات في مناطق حددناها. لا نقول إلى الآن لا يعلم الطائرات إذا ما كانت تابعة للتحالف الدولي أم طائرات إسرائيلية التي تحلق بحرية في تلك المنطقة البعيدة جدا عن إسرائيل. لكن بالتزامن مع ذلك كان هناك إعادة، يعني ليس تموضع، إعادة هيكلة الميليشيات الإيرانية في تلك المنطقة وتكفير حزب الله بقيادة تلك الميليشيات بسبب الخروقات الأمنية. وما يعرف بجهاز الاستخبارات التابع لحزب الله هو الذي بات يشرف على تلك المنطقة استخباراتيا خوفا من الخروقات الكبيرة. وإذا تذكرين نحن نشرنا مرارا وتكرارا بأن السوريين يجري إبعادهم عن هذه الميليشيات بسبب الخروقات الأمنية الكبيرة. بالعادة لم تكن إسرائيل تصرح عن العمليات التي تقوم بها، ولكن كما تابعنا وكما تفضلت وذكرت رئيس هيئة الأركان هو من صرح بالقيام بهذه العملية. لماذا كل هذا الصمت من النظام ومن الجانب الآخر؟ هو لماذا كيف وصلت الطائرات الإسرائيلية إلى تلك المنطقة؟ الطائرات الإسرائيلية بالنهاية هناك مجال تحليق للتحالف الجوي، هي استخدمت مجال تحليق طائرات التحالف الجوي إلى أن وصلت إلى الحدود السورية العراقية. وهل قصفت من داخل الأراضي السورية بشكل قطعي؟ لم تكن هناك طائرات إسرائيلية داخل الأراضي السورية. هل قصفت من مناطق شرق الفرات؟ لا نعلم. ولكن لماذا الصمت من قبل النظام؟ النظام ماذا سيفعل؟ النظام ليس لديه إلا صواريخ الدفاع الجوي الـS-200 التي أعطته إياها روسيا، ولكن أين منظومة الدفاع الجوي الإيرانية التي من المفترض بأنها قامت يعني بنصبها في تلك البقعة
عمل التراب السوري. أيضا قبل كل استهداف أستاذ رامي كان يتم التنسيق بين إسرائيل وروسيا، هل هذا التنسيق ما زال موجودا أم تغير الوضع بعد الحرب الأوكرانية؟ لا، في تلك المنطقة لا يوجد تنسيق، لأن المنطقة التي قصفت فيها القافلة لا علاقة لها بمجال الجوي الروسي داخل الأراضي السورية، هي لها علاقة بالتحالف الدولي. هل بالفعل استهدفت من فوق التناف؟ كل شيء وارد. شكرا لك لكل هذه الإيضاحات المتعلقة بهذا الاستهداف. كان معنا من مدينة كوفنتري البريطانية رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، شكرا لك.